أوكي. وده الفرق بقى الكبير اللي طبعًا. بيظهر بعد كده طبعًا. طيب بما بقى ان احنا ذكرنا اللعيبه الجداد والاداء والكلام ده كله، خليني اروح معاك برضو، ولان ده بيتردد فكره، يقول لك بواليا، والتر بواليا لاعب طبعا كان هداف يعني، وفي الجونه كان عامل شغل كبير جدا، ولكن لسه لحد دلوقتي ما اثبتش نفسه مع الاهلي. هل الكلام ده من وجهه نظرك استاذ خالد صح ام لا؟ خلينا نتكلم في جزئيه مهمه الاول. هنا مش انتقاد بقى للمدير الفني، انما هي مدارس. في مدير فني يقول لك انا محتاج اللاعب بسرعه فانزل بيه المباريات بسرعه، وفي واحد يقول لك لا طب ما نديله نص ساعه في ساعه الا ربع ويبدا ينسجم مع اللعيبه. اللي انا شايفه مع بواليا هي فكره انسجام مش اكتر، لانه لسه مش عارف تحركات زمايله، لسه مش عارف اللي جاي من ورايا ده اديله الكره بشكل عادي ولا يعني بشكل هادي، ولا اديله كره سريعه فهيديها لي. الكرات المرتده ما بيكونش حافظ تحركات زمايله، لان في كرات مرتده جدا حصلت في الماتش اللي فات، انك في كرتين مرتدتين في الربع ساعه الاولانيه كان ممكن جدا لو في انسجام بين الرباعي اللي في الخط الامامي منهم بواليا كانت العمليه بتمشي سلسه وتقف عند بواليا بتتكسر. ليه؟ لانه مش عارف تحركات زمايله لسه. هي دي النقطه الفاصله بالنسبه لبواليا. انما بواليا لاعب عنده شخصيه، لاعب عنده تجربه مع الدوري المصري، لاعب قوي، لاعب سريع، لاعب هيدر، لا لاعب عنده كل الامكانيات والمقومات اللي هتخليه ان شاء الله يبقى كويس. هتقول لي طب انت لسه قايل ان في شخصيه وفي فانيلا تقيله وفي ماشي، بس هو ده اللاعب اللي واضح قدامنا من تحركاته واستلامه وظهوره في الماتش. لا عنده يعني مساله وقت وممارسه، انا شايف كده. نفس اللي كان حصل مع فلافيو. انا اعتقد ان شاء الله، يعني اعتقد كمان ان بدايه بواليا يعني اللي هتكون كويسه واللي هتقنع، هتكون مقنعه لجماهير النادي الاهلي، مش هتتاخر زي ما اتاخرت بدايه فلافيو. انما الفتره اللي جايه لا، لازم نكون ندي الثقه احنا للاعبتنا، وهم يكونوا برضو على قدر المسؤوليه، واعتقد ان شاء الله باذن الله هيكونوا على قدر المسؤوليه الفتره اللي جايه باذن الله. جميل. طيب